منها. أنا هنا أريد أن نتوقف عن مكانة الإعلام الجزائري أو دور الإعلام الجزائري في الرد على مثل هذه الحملات أو في منح القوة اللازمة للقرارات والاستراتيجيات التي تتخذها وتعتمدها الدولة الجزائرية. هذه الهجمات الأجنبية من مختلف وسائل الإعلام على الجزائر يجب أن تعيدنا إلى الداخل الجزائري من خلال تقوية الجبهة الإعلامية وتوفير الظروف والحريات والتشريعات والدعم اللازم ومنح الأولوية للكفاءات وللمؤسسات الإعلامية القادرة على الارتقاء بالقرار والمواقف الجزائرية وتشكيل حتى يعني حائط صد لمثل هذه الأجمات والرد بطريقة إعلامية حضارية ومحترفة يعني توازن هذه الحرب الإعلامية التي في كل مرة أي تصريح من فرنسا يثير أزمة كبيرة.